لك محمد العزيزي. شكرا ابو بدر، مبارك للشباب وصوله الى نصف النهائي، وان شاء الله الاتحاد يلحق فيه عشان نضمن انه ان شاء الله يكون عندنا في النهائي فريق سعودي. النقطه الاخيره ابو بدر، بس اني انا اسال سؤال. النصر بطل الموسم الاستثنائي الموسم الماضي، مكافاه الدوري اللي اعلن قبل بدايه الموسم انها 45 مليون في من اللي اعلن؟ في وجود المؤتمر الصحفي وجود معالي المستشار تركي آل الشيخ والاس تي سي، اعلنوا انه اكثر من 45 مليون. انا سؤالي الان، احنا لا فهمت وش اللي انا 45 مليون مكافاه بطل الدوري، أنا هذا متى؟ في بدايه الموسم الماضي. انا اسال هل هذا المبلغ اليوم الى اليوم وصل النصر او ما وصل النصر؟ اللي هو بطل الدوري السنة الماضية. نعم، مكافأة الدوري بناء على العقد اللي كان مع الناقل. نعم، والعقد ألغي. طيب المكافأة خلاص ألغيت؟ حلوة طبعا، كلها جاية. لا يا حلوة هذه انه نلغي خلاص، هي في نهاية الأمر بعطيك من الناقل 45 مليون. الناقل صار ديل جديد. طيب مكافأة الدوري إن شاء الله ريال واحد، خليني هل وصل للنصر أو لا؟ مكافأة بطل الدوري. تك على هذا السؤال، هذا السؤال المهم. هذا النصر ايش يقول؟ هذا السؤال المهم، عاد ابحث عن هذه المعلومة يا أبو بدر. يا اخوي انت اقرب، انت رساله واتساب الحين. انا ابو حلافي، ها جاكم شيء ما جاكم؟ بعيدا عن النصر، انا بالنسبه لي حسب معلوماتي المتواضعه. أيوة شرير قايلين لك اطلع على الموضوع. ايوه كيف اطلع على حقيقتك؟ لا ها، اجل في ازمه ماليه صدق التويجري. النصر عشان الازمه الماليه اللي تتكلم عنها، انتظر بعد يوم يومين ثلاثه سيعلن عن التوقيع مع اربع لاعبين. عموما اتمنى الحقيقه للنصر كل خير، يعني نادي يعتبر يعني رمانه الميزان في ساحه المنافسه السعوديه.